خلوني أعرفكم على أحد أبطال محاربي مرض السرطان حسن. كنت دا أنطي محاضرة في الفاو وأحد طلبة اللي كانوا قاعدين بالمحاضرة ومتفاعلين وياها هو حسن. من سمعت قصته حبيت إنه الكل يسمع قصة هذا الشاب. حسن أنت يا مواليد 2002. إيش قد كان عمرك من صار بك سرطان؟ كان عمري 8 سنوات. 8 سنوات؟ 8. شلون بدأ وياك؟ بدأ وياي أول شيء عيتت فيه الأيمن. كتفك؟ نعم. كان ما بيها حركة. ما سوينا فحوصات وهاي. الغدد يعني. أي نعم. رحنا سوريا. كي. سوريا سووا الأشعاع. نعم. مدة شهر رجعنا قالوا المرض نزل على رقبته. هنا أنا. نعم. وهنا بخبينا علاج مدة 3 سنوات. نعم. ولا 3 سنوات خلص العلاج رجعنا مرة ثانية سوريا. عادوا الأشعاع. تأكدوا إنه ما رايح. رايح. خوفتني عليك. زين سؤال حبيبي حسن. هذا الأثر. الحد برقبتك. نعم. من الطول للطول هذا شنو؟ هو الأثر مع العملية. نعم. نعم رفعت الغدة. هنا إجا. نعم. مرتين سواليها. أول مرة انفتحت مرة ثانية سواليها عادوها. تمام عادوها. بعدين صار رفعت على كبدك صار شيء. كبدي صار ورا ما تخلصت العلاج الكيميائي. نعم. ما شافيت الحمد لله صار بي التهاب الكبد. نعم. النعسي. نعم. هو هذا النعسي أخطر واحد. كان عمره بوقته 15. قالوا ما يصير ياخذ علاج الا عمره 16 ويصير بس انا كانت اغلاصي نازله. هم رحنا ورحنا للاطباء رحنا لايران الشيراز قالوا ما يصير الا يصير عمره 16. تمام. ورا ما صار عمره 16 اجينا العراق هم ما انطوني لان كانت اغلاصي من نازله. نعم. خذيت حبوب على حسابنا الدكتور قال حبوب علب اول ما اخذناه 4 أشهر مده راح المرض من عنده. تمام. زين انت شلون هيك العد متفائل وبمحاضرة كنت تتفاعل وترفع ايدك وتسأل؟ انا هدفي بالحياة ما احب الكآبة واليأس ودوم الابتسامة. ابتسامة يعني كل واحد اي واحد اي واحد واحد يخلي بوجهه ابتسامة يصنع ابتسامة عشان ما كان صار هذا كل الكراهية يعني والاحباط. صح بالمدرسة يسموه صاحب الابتسامة. صاحب الابتسامة شعاري انا صاحب الابتسامة. شعارك؟ احبه يدوم. انت رسام صح؟ رسام. كان يقول لي أريد لك صورة دا أرسمك بيها. جالس. ووعد راح أعطيك صورة يعني. زين سؤال. متابعني؟ تابعك حلقاتك هو حلوة كلها تفاؤل إيجابية للمجتمع. للفرد هو يحس يعني بتفاؤل داخل قلبه. يعني إذا شيء عنده يسعى هو مرتبك ما يدي يسوي ولا شيء يشوف محاضرة لو محاضرتين محاضرة واحدة قيمة كلش يعني تعطي معنى إيجابي للقلب. يعني يروح بعدين ما يرتبك ما يقول لا اسوي لا ما اسوي يسوي اذا هو كان نافع يسوي. يعني هاي المحاضره انت تشيل القلب تفائل. اخر محاضره شو كنت شفتها لي او حبيتها حلقه حبيتها كانت اسال الدكتور سيف البرنامج برنامج فقره مات الكيكه. نعم. واحد انت قلت له شلون تبدع بعملك يعني شيف سيف في حياتنا الى سيف التميمي. اي قلت له انت شلون تبدع بعملك قال هو انا ما ابدع يعني انا ما احب بس اشتغل على مود اكسب مال لو اكسب وظيفه. انا ابدع بعملي انا حبيت شغلي اللي واحد اي واحد يحب شغله راح يبدا به. نعم. هو هذا الشيء كلش انا حبيته وراح يرتاح لي قلبي. حبيت هاي العباره. طيب زين سؤال حبيبي انت طلعت انا اكتشفت انه انت مراسلني بالانستغرام قال لي انه انا مراسلك صح؟ اي صحيح مراسلني وقال لي انا معجب بيك وانا احبك بس انا يعني كثره المسجات ما انتبه عليها واليوم يعني شفته وجبته هسه جبته من الفاو والبصره بس حتى انه نسوي هذا اللقاء وياه. شنو حلمك؟ شو تريد تكون؟ حلمي الاول ان اصير نفس الدكاتره اللي شافوني اللي عالجوني. يعني اصير طبيب؟ اصير طبيب دكتور عالج المرضى وقت روح تفائل للمرضى اللي ويانا كان عالجوا ويانا بالسرطان ان هاي المرض السرطان خفيف يعني مو اي واحد يعني يخافون من عنده انا اذا قدر اوصيهم قدر الامكان المعلومه ان هاي المرض يعني ما يسوي شيء يعني ما يخوف لا بس تخلي بداخلك تفائل ابتسامه يعني بس تتفائل تقول انا اقوى منه انا اقوى منه انت بداخلك يعني نفسيتك راح ترتاح وتتغلب على المرض. الله عليك الله الله عليك. زين سؤال انت متفوق في دراستك؟ نعم. انت سنه خامس؟ خامس. جبت معدل 99.
ترى عيب، ناس ما بيها شيء وناس بكامل صحتها وناس ومتبطره وما تدرس وما لها واهس وما لها شغف. شفتوا رقبته؟ سرطان والتهاب كبد فيروسي ويتعالج وخلاص عنده هليله. لكن اذا واحد عنده هدف يسعى اليه، يسعى اليه 99 وناوي يكون طبيب حتى يصير طبيب يعالج الناس شو ما عالجوه. علمك الثاني شنو؟ رسام. رسام حلو. أحب أرسم. واللي لكل من يحارب السرطان شو تحب تكون إلهم؟ لا يعني لا يخافون من المرض، خلي كله بداخلك، خلي لك طموح. نعم. أنت أول ما يصير بك مثلاً خلي لك طموح، تقول مثلاً إذا صير فلان شغلة أنا اللي أهدف له أسعد الآخرين، إذا أهدف أنا إذا صير ضد المرض شلون تسعى هاي ضد المرض، تخلي لك هدف. عندك شيء الناس ترد تساعد الناس اللي بيها شيء؟ هذا هدفي إيه، إنه لما بالمستقبل ان شاء الله المستقبل القريب انه اسعى الى اصلاح المرضى، وهاي المرضى يعني اقلهم اعطيهم روح ايجابيه. نعم. والتفاؤل اللي ما حب يعني ما حب الشعب العراقي كله يفتقده الحب، معنى الحب. لا عاد من ناحيه الايجابيه عشان علي تقبلها حسن. لا لا انا مأثر يعني هو الحب يعني مو الحب يعني مو معنى الحب واحد يحب وحده، واحد يحب بنت، لا الحب له هوايه أشياء مثل حب الصداقة، حب الله، محبة، شعار الدكتور سيف، حب الله، حب الأم، هم حب هذا يعتبر حب الوطن، حب الوطن، حب الدراسة، حب الشغف، حب إليك. كله يعتبر حب. الله شيء اسمه أساسيات الحب. شو اسمه؟ أساسيات الحب. أساسيات الحب، احنا فاهمين الحب انه بين رجل ومرأة بابا صارح ماما وارتبطوا وتكونوا أسرة، وهذا خطأ. احنا نفتقر إلى الحب، منهاج الحب يا أخي مثل الفنية، مثل الرياضيات نعتبره، حب الوطن، حب النجاح، حب الطموح، حب الشغف، حب رائحة الجسم الطيبة، حب الأكل الصحي، حب الآخر، حب نفسك. هاي تدرس من هم أطفال، تنزرع به، شكرا جزيلا. تنزرع به الحب، هاي أهم من الرياضيات والفيزياء والكيمياء، بيش مهمة، لكن الحب إذا زرع به راح يكبر يعني يحب نفسه ويحب الآخر ويحب أكيد. الدنيا كلها هم فاهمين الحب كله، كله يعتبر، كله يعتبر، كله يعتبر. يعني هي الحياة كان يقول لي من دا نجي الحياة تجي، يعني أنا لحبة بيك إنه هي دعوة، أنت عندك دعوة ضد الكراهية، إصلاح المجتمع. صح صحيح. فرسالة لكل شخص زي يشوفنا الآن، إذا كان ما بدك شيء أحمد ربك وكمل في دراستك، الدراسة شيء مهم. حسن قدوة وقصة كبيرة، أنا أحبك وأحترمك، أحبك. وأنا واثق إنه أنت راح تصير طبيب لامع وناجح بالحياة، شعر. ورسام موهوب، شعر. توصل لكل أحلامك. أنا فخور بك شخصياً. أنا أكثر. أنا فخور بك.